على هامش منتدى بوابة الخليج، أعلنت شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة، الذراع العقاري لشركة ممتلكات القابضة، عن الافتتاح المرتقب لمنتجع حوار بإدارة مانتيس وقال سعادة الشيخ عبد الله بن خليفه الخليفه الرئيس التنفيذي لممتلكات رئيس مجلس اداره ادامه ان هذا المشروع ينطوي على اهميه استراتيجيه هائله اذ يعكس رؤيه تعزيز انشطه السياحه المستدامه مع تسليط الضوء على الطبيعه الخلابه للمملكه والحفاظ عليها للاجيال القادمه لافتا الى ان الخدمات ذات المسعى او المستوى العالمي التي سيقدمها منتج حوار ستشكل اضافه نوعيه قيمه لقطاع السياحه في مملكه البحرين.